السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد، وصفة بسكوت الشوفان بطريقة صحية ومكونات صحية مثل ما عودناكم دائما. ننتقل لطريقة التحضير. رح نحتاج كوبين من الشوفان العادي، استخدمت هذا الكوب 225 ميلي، ونص كوب من الشوفان المطحون طحنته بمطحنة البيت، ونص كوب من الجوز، معلقتين من الزبدة المذابة، ومعلقتين من زيت جوز الهند المذاب كمان بالميكروويف. هذا هو زيت جوز الهند، انا استخدمته، فيكن تستخدموا اي نوع زيت انتو بتفضلوه، ما في اي مشكلة. بيضتين بحرارة الغرفة، 3 كوب من العسل، او فيكن تستبدلوه بسكر ستيفيا او اي سكر صحي انتو بتفضلوه. ننتقل هلأ للتحضير. رح ضيف البيضتين مثل ما حكينا بحرارة الغرفة، بعدين بضيف عليهم العسل وبحركهم مع بعض. مثل ما حكينا فيكن تستبدلوا العسل بأي نوع سكر صحي انتو بتفضلوه، سكر جوز الهند أو سكر ستيفيا أو أي نوع انتو بتفضلوه. راح نضيف الزبدة وزيت جوز الهند ونقلب المكونات مع بعضها، بعدين منضيف الشوفان المطحون والجوز المطحون، فيكن أي نوع مكسرات بتحبوها ما في أي مشكلة. وبعدين منبلش نضيف الشوفان شوي شوي ومنقلبهم مع بعض لحتى تتكون عندي عجينة لزجة بده يكون قوامها بهذا الشكل. هلأ بهي الأثناء أنا شغلت الفرن على درجة حرارة 180، ورح انقل المكونات على الصينية ورصهم منيح بكاسة أو بإيدي ما في أي مشكلة، بس المهم ينرصوا منيح منيح. بدي حط الصينية بالفرن من تحت ربع ساعة، وبس يحمر وطرافة بنقلها لفوق كمان ربع ساعة، وهيك صارت وصفتنا جاهزة. بستنى عليها لتبرد شوي مو كتير، وبعدين ببلش اني اقسمها، لانه اذا استنيت عليها لتبرد كتير فرح يصير صعب علي شوي تقسيمها، اما هيك وهي باردة شوي فهيك افضل واسهل لإلكم. بتقطعوها بالشكل اللي انتو بتفضلوه، وهيك صارت عندي الوصفة جاهزة. ما بتتخيلوا قديش لذيذة وطيبة وصحية بكل تأكيد وعلى ضمانتي. جربوها وإن شاء الله بتدعولي، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة إذا لقيتوني بستاهل، وبحبكم كتير وبشوفكم.